البلد. الموافقة على زيادة البلد بقيمة أكبر من أي زيادات سابقة. احنا حصل زيادتين قبل كده، كان زيادة 230 وزيادة 208، احنا جايبين أكبر من كده. خلاص؟ ملف الاسكان يا محمود يا حلم عشان انت بتفهم في الكلام ده، اسكت شويه. ملف الاسكان، احنا كان عندنا ارض تقدر قيمتها السوقيه الان بما يوازي مليار جنيه. بقول بعد اذنكم بعد اذنكم بعد اذنكم عشان ما نقطعش بعض، لان انا بقول اللي حصل اللي انا عملته واللي هيتم على الارض. انا مش بتكلم ده، احنا الان لسنا بصدد عقود انتخابيه، لكنها لا لو سمحت يا استاذ حسني، لو سمحت من فضلك. كان عندنا قطعتين ارض في مدينه 6 اكتوبر. قطعه 34 فدان وقطعه 31 فدان. كنا تقريبا يعني واخدينهم يعني اذا جاز التعبير بملاليم. الان قيمتهم مليارات، واي حد بيفهم هذا الكلام يفهم يعني ثمن فدان الارض الان اصبح يتراوح على الاقل في 6 اكتوبر في هذه المنطقه من 10 ل 15 مليون جنيه. احسبوا بقى يعني تقريبا احنا بنتكلم في مليار جنيه. بيعد ملف الاسكان من اهم الملفات المتعثره في النقابه، حيث كانت النقابه تملك قطعتين للارض. الاولى 34 فدان تم الغاء تخصيصها. ال 34 فدان اتلغى تخصيصها، وتخصيصها للغير بقرار من مجلس الوزراء. شوف بقى حجم الاموال المهدره في هذا الملف قد ايه. وقيمتها الحاليه لا تقل بحال من الاحوال عن 400 ل 500 مليون جنيه. في الوقت الحالي، والقطعه الثانيه 30 فدان مهله تخصيصها تنتهي هذه الايام هذا الشهر قولا واحدا. عندي بقى هاتان القطعتان يعني تصل قيمتهما السوقيه الان لما يقرب من مليار جنيه. وللاسف اهدرت النقابه القطعه الاولى من هنا والثانيه زي ما بقول لك هذه الايام. التقيت السيد وزير الاسكان اللي منشور صور النهارده عشان ما حدش نقعد نشكك ونقعد نقول ما احنا برضه النهارده بعد كلام هنقلب الكلام ونقعد نتخانق على التفاصيل عشان برضه نتضرر يعني الحاجات ما لهاش معنى في الدنيا ابدا. نقعد برضه الحاجات كلام، نقعد بقى ايه اللي حصل، لا ابصر متك ونخش في قصص ليس لها علاقة لا بخدمة الزملاء ولا بمحاولة إصلاح الأمور اللي هو اللي احنا كلنا فيها. هتم التقيت السيد وزير الإسكان وبعد مناقشات وافق سيادته مبدئيا على ما يلي. أولا منح مهلة إضافية لمدة عامين لنقابة الصحفيين وقطعة الأرض الثانية. ماشي؟ لكي يتسنى إقامة مجتمع سكني للصحفيين عليها خلال تلك الفترة. هنعمل المجتمع السكني هنعمله إن شاء الله. وهنشتغل والناس اللي خدت فلوسها هيرجعوا فلوسهم وهنعمل لهم مجتمع سكني على أرقى ما يمكن في 6 أكتوبر. علما بأن قيمة هذه الأرض تصل الآن إلى نحو 400 مليون جنيه. ثانياً طالبت السيد وزير الاسكان بإعادة النظر في إلغاء التخصيص للقطعة الأولى، فأشار سيادته إلى أن الأمر يتعلق بقرار مجلس الوزراء ووعد بالمساعدة وإن شاء الله هننجزها، بس أنا دقيق جدا فكل كلمة بقولها. أنا مش هقول على حاجة ما عملتهاش ومش عاملها. اللي حصل حصل واللي هيحصل بيقول هيحصل.